الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا. وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي. وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون. واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون. واجعلني من أوليائك، فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري. وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مجري. وإليها من مجاورة الأمم فري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبي وتمام عدة المرسلين، وعلى آله السيدين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء. أستدع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضا. فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.